الموضوع الثاني انتشار مذهب الشافعي. بالنسبة لانتشار مذهب الشافعي هذه قضية يمكن أن تفسر بأكثر من تفسير. تفضلت التفسير الجغرافي، قد تفسر أيضا بالتفسير السياسي، قد تفسر أيضا بتفسير اقتصادي. هناك من وجد الدراسات في التفسير الاقتصادي في انتشار المذاهب. أحمد تيمور باشا له كتاب يتعلق بانتشار المذاهب ويفسرها تفسير أخرى كذلك. في ظني أن كل هذه الأمور محتملة، ومن الصعب الجزم بأن بلد كان فيه مذهب مستمر لأجل ذلك، بدليل أن من تعاقب من قرأ التاريخ بلد معين سيجد أن مذاهب تكون موجودة ثم تذهب وتتغير، كما أن القوميات التي تعيش في بعض البلدان قد تذهب وتعود كذلك. المذهب الشافعي دخل اليمن مبكرا لا شك، وقد ذكر أول من أدخل هذا المذهب، وكان إدخاله في الجند، فقد ذكر الجعدي في كتاب طبقات فقهاء اليمن، وهو من أقدم من ألف في تاريخ اليمن وطبقاته، أن آل أبي عقامة التغربيون هم أول من أدخل مذهب الشافعي لليمن، وكان إدخالهم له في مدينة اسمها الجند، حيث يوجد فيها مسجد معاذ بن الجبل رضي الله عنه. ونقل المتأخرون أن الشافعية جاء الجند، والجند من المحافظة التابعة لتعز، فهم أول من انتشر. ولذلك يقولون لا يوجد شافعي في اليمن إلا وهو من تلاميذ هذه الأسرة، إلى أن جاء يحيى ابن أبي الخير العمراني المتوفى سنة 558، ثم أصبح الناس كلهم من أهل اليمن، أعني على طريقته وكتابه البيان، وانتشر انتشارا كبيرا، حتى قال بعض أهل العراق لما وصلهم كتاب البيان للعمراني قالوا لم نكن نظن أن في اليمن إنسان حتى رأينا كتاب البيان، من شدة يعني إعجابهم بهذا الرجل.